زبونة ديل الدوي ما عرفت انها حامل ببيبي بوي واجت لتحضر كل اغراضها من عند deal.com.lb. ويلا مع بعض نحضر الاوردر اللي طلبته من الابليكيشن deal.com.lb. منبلش بطقم اللياف $1.75 وعنا البيبي لوشن بدولارين والكولونيا $1.50. ننتقل لصحن الميكي ماوس الأزرق وفي منه أحمر كارز تنيناتهم كل واحد ب90 سنت، واللي بتهدي البيبرون للبيبي $3 واللي بتهرس له الأكلات $1.50 واللي بتسخن البيبرون $6.50. وكمان عنا الترموس ليحفظ الأكل الساخن $5 والتخت اللي سهل نحمله وين ما كان $27 والمشط اللي بغني $1.10 واللي ما بغني $1. وكمان عنا الملعقة تعيط الأكل $3 والتتين $2.50. وتعوا للحليب عنا موديلين كل واحد منهم $1 بس. وليشرب الحليب هاي المخدة $3 وبس يصير يقعد هيدي الكاوتش $14 وللبانيو هيدي الكرسي $29. واكيد ما حننسى البانيو بس $10. شو بعدكن ناطرين؟ هيدا التخت اللي بيصير شنطة بس $19. وهلأ حق نكفي الغراض الباقيين. عنا فرشيات سنان في شي $0.75 وشي $0.65، وهيدا الصحن اللي كتير مرتب $1.75. وما حننسى الهاي تشير كرسي الأكل اللي كتير مرتبة بس $59. وكمان الريلاكس السوينج حتى الأم ما تتعب حالها بس $75. شو بعدكن ناطرين؟ ضبينا للأوردر واخدنا لشركة الدليفري ليتحمل ويتودى للمدام اللي ناطرة البيبي الجديد. وانتو هلأ دوركن تنزلوا الابليكيشن deal.com.lb وتطلبوا من عنا أحلى جهاز بيبي، ولكل زبايننا دايما عندي الأحلى العروضات.